السلام عليكم متتبعي الاوفياء ومرحبا بكم مع وصفه جديده. اليوم غادي نقترح عليكم واحد الوصفه اللي هي اقتصاديه، وهي عباره عن فقاس بالكوك على شكل حلزوني. كنتمنى انها تعجبكم. نخليكم دابا تاخذوا المقادير وبعد منهم الطريقه. اذا في المقادير غادي نحتاجو 150 غرام ديال زبده العبار تكون بحراره المطبخ، 250 غرام ديال الدقيق، 80 غرام ديال السكر كلاصي تقريبا كاس عنب الا ربع، معلقه كبيره عصير الحامض، صفار بيضه، معلقه كبيره ديال الحليب، واخيرا جوج معالق كبار ديال الكوك. اذا نبداو على بركه الله. اول حاجه غنديرو غادي نخدمو الزبده مزيان مع السكر كلاصي حتى تولي عندنا بحال الكريمه. ثم غادي نضيفو صفار بيضه وغادي نخلطو مزيان حتى ينسجموا مع بعضهم. منين كنحصلوا على خليط منسجم غادي نزيدو باقي المقادير اللي هما معلقه كبيره ديال الحليب، معلقه كبيره ديال الحامض، وجوج معالق كبار ديال الكوك. وغادي نخلطو شويه وغادي نبداو نضيفو الدقيق تدريجيا حتى كنحصلوا على واحد العجين اللي هو لين ومتجانس. وما تنسوش تضيفوا قريصه ديال الملحه لاني صراحه نسيتها، لانها ضروريه في بحال هذا النوع الحلويات. دابا ملي تجمعات لي العجينه غادي نغلفها بفيلم غذائي وغادي نبسطها شويه، غادي نحطها في الثلاجه تقريبا واحد ساعه بما تشد براسها عاد نخدم بها. في المرحله الثانيه غادي نحتاجو الكوك واي نوع مربى متوفر عندكم. من بعد ما دوزات العجينه ساعه في الثلاجه كنخرجها وكنقسمها على جوج وكنخدم غير بالنص ديالها باش نغلب عليها. غادي نحتاجو الورق الطهي باش نبسطوها لاننا غادي نبسطوها رقيقه جدا. غادي نحطوها ما بين جوج ورقات وغادي نبداو نبسطوها تدريجيا. ثم في هذه المرحله غادي نطويو ورق الطهي في الجوانب باش نتمكنوا اننا نصوبوا واحد المستطيل بالعجينه. كيف ما كتشوفوا هذه العمليه كتسهل علي ان نحصل على مستطيل اللي هو مثالي. دابا كندفع العجين للزوايا ومنين كترقق العجينه كنسد المستطيل من الفوق وكنقادو. اذا ما تبعتوش هذه الطريقه غادي تضيعوا في العجينه بزاف فاش غادي تكونوا كتقطعوها في الاخر. دابا غادي ندهن الوسط ديالها بالكونفيتور، ممكن تستعملوا اي نوع مربى عندكم. تقريبا درت جوج معالق كبار ووزعتهم مزيان بالفرشات. كيف ما كتلاحظوا خليت الفوق والتحت ما مدهونش. دابا غادي نرش الكوك تقريبا واحد جوج المعالق تاع الكوك. اذا بغيتوه يجي باين اكثر ممكن تستعملوا كميه اكثر. دابا غادي نلوي العجينه وغادي نعطيها الخاطر، يعني غنلويها غير بشويه باش ما تقطعش. دابا لويتها ولكن ما غاديش نقطعها مباشره، غادي نحطها في المجمد كونجيلاتور تقريبا نص ساعه حتى تجمد شويه عاد غادي نقطعها باش كتجينا مقاده. ومن بعد ما دازت نص ساعه وتجمدات شي شويه غادي نقطعها بسكين يكون حاد على طول. حاولوا انكم ما ترققوهاش بزاف وفي نفس الوقت ما خاصهاش تكون غليظه يعني بين وبين، وكذلك يكونوا مقطعين كاملين بنفس العرض باش فاش تجيو طيبهم في الفران ما يكونوش شي وحدين طابو وشي وحدين مازال خاصهم طيب.
دابا غادي ندخلهم يطيبوا في فران مسخن من قبل على 160 درجه اللي هي حراره منخفضه بحال الصابلي، يكون شاعل من الفوق ومن التحت او بالمروحه تقريبا واحد 12 دقيقه، غير يطيبوا شويه يوليو مذهبين ونخرجوا. وهذه هي الكميه اللي حصلت عليها في المجموع، طيبت جوج ديال الطاوات. بالنسبه للاحتفاظ ديروها في شي علبه تكون محكمه الاغلاق بحال الصابلي. وهكذا نكون وصلنا للنهاية تاع الفيديو، نتمنى ان هاد الحلوة تكون نالت اعجابكم، اللي عندها سؤال تخليه لي ان شاء الله نجاوب عليه، وبصحة وراحة.